دي دبلوماتيكو اليمان كي مادورو في دين كي يسالي سيادة الرئيس، كيف تنظرون لقرار طرد الرئيس مادورو للبعثة الدبلوماسية الألمانية في فنزويلا؟ مادورو يهدد الدبلوماسيين لأن مادورو ليس لديه أي صلاحيات لطرد أي شخص، لذا فإن ما يفعله هو التهديد. كان ذلك قرارا من السفير نفسه بناء على سلامته وأمنه، وهذا ليس قرارنا لأنهم يهددون السفراء وليس لديهم صلاحيات للقيام بذلك، مع العلم أنه هنا يتم قتل السياسيين.